تستنتج المحكمة بناء على الاعتبارات التي تم ذكرها أن تداعيات هذه القضية تتطلب تعديل قرارها الذي صدر في حكمها في مارس عام 2024. تذكر المحكمة أنه بحسب المادة 75 من قوانينها، عندما يكون هناك طلب لتحديد التدابير المؤقتة، لديها السلطة لتحديد تدابير مؤقتة لم تكن جزءا أو كامل أو جزئيا أو بشكل كامل في التدابير السابقة. وفي الحالة الحالية ذكر التدابير المؤقتة التي طالبت بها جنوب أفريقيا وظروف هذه القضية، تجد المحكمة أن الإجراءات التي سوف تحدد لن تكون مثل التي تم طلبها، وتجد المحكمة أنه بحسب واجباتها تحت اتفاقية منع الإبادة على إسرائيل بشكل فوري أن توقف عملياتها العسكرية وأي نشاطات مختلفة في منطقة رفح قد تؤثر على مجموعة الفلسطينيين الموجودة في غزة وظروف حياتهم التي قد تؤثر على وتؤدي إلى دمار كامل بشكل جزئي أو بشكل كامل. وتذكر المحكمة أن في حكمها في يناير عام 2024 حكمت على إسرائيل أيضا أن تأخذ تدابير فعالة للوقاية من الدمار والتأكد من الحفاظ على الإثباتات والأدلة المرتبطة بمزاعم ارتكاب أعمال فيما يتعلق بالمادة 2 و3 من اتفاقية جنيفا. وفي الظروف الحالية المحكمة أيضا ترى أنه للحفاظ على الإثباتات المرتبطة بمزاعم بارتكاب أعمال بحسب إطار المادة 2 و3 من اتفاقية جنيفا، إسرائيل عليها أن تأخذ إجراءات فعالة للتأكد من إمكانية الوصول من دون أي عوائق إلى قطاع غزة لبعثات تقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيقية يتم إعطاء هذا الدور من أي جهة فاعلة ومن الأمم المتحدة للتحقيق بمزاعم ارتكاب الإبادة. تجد المحكمة أيضا أنه مع الظرف الكارثي في غزة تشدد على الحاجة لأن يكون هناك تطبيق فعال وفوري للإجراءات التي تم تحديدها في حكمها الصادر في 26 من يناير عام 2024 وفي مارس 28 من مارس عام 2024 والتي تطبق في قطاع غزة بأكمله، وهذا يتضمن أيضا رفح. في هذه الظروف تجد المحكمة أنه من الضروري إعادة التأكيد على الإجراءات التي ذكرت في هذه الأحكام السابقة، وبالقيام بهذا الأمر على المحكمة أن تؤكد على أن الإجراءات التي ذكرت في الفقرة 51 من قرارها الصادر في مارس عام 2024 والذي حكم بأن يكون هناك أيضا إمكانية الوصول الطارئة للخدمات الإنسانية الضرورية، هذا يتطلب أن يتم الحفاظ على المعابر البرية المفتوحة وخاصة معبر رفح. فيما يتعلق بهذا التدبير بشكل خاص، اتخذ القرار بتحديد أن المحكمة تجد أن على إسرائيل أن ترسل تقريرا للمحكمة متعلق بتطبيق هذه الإجراءات بداية بعد حلول شهر من هذا الحكم، وهذا التقرير يجب أن يتم إرساله أيضا بالتالي إلى جنوب أفريقيا التي سوف تتاح لها الفرصة لتقديم تعليقاتها إلى المحكمة. تذكر المحكمة أن قراراتها المتعلقة بالتدابير المؤقتة بحسب المادة 41 من قانون المحكمة لديها طابع ملزم، وبالتالي تعد واجبا دوليا لأي من الأطراف التي توجه إليها هذه الأحكام. والمحكمة تشدد على أن الحكم الحالي هو أيضا حكم ملزم بحسب وأيضا بناء على الأحكام السابقة في يناير عام 2024 ومارس عام 2024. وفي قراراتها السابقة في عام 2024 في يناير وفي مارس عبرت المحكمة عن قلقها فيما يتعلق بمستقبل
أسرى الذي تم اختطافهم في 7 أكتوبر عام 2023، وأيضا من قبل حماس ومجموعات مسلحة مختلفة، وأيضا تطالب بالإفراج عنهم بطريقة فورية. وتجد المحكمة أنه من المقلق أن عدد من هؤلاء الأسرى لا يزال تحت الأسر حتى الآن، وتطالب مجددا بالإفراج عنهم بطريقة غير مشروطة. الآن سوف أذكر الجزء التطبيقي من هذا الحكم. لهذه الأسباب المحكمة ب13 صوت مقابل صوتين تعيد التشديد على الإجراءات المؤقتة التي ذكرت في أحكامها في 26 من يناير عام 2024 وفي 28 من مارس عام 2024، التي يجب أن يتم تطبيقها بشكل فوري وطارئ لصالح الرئيس سلام، القضاة إبراهام، يوسف، شوي، بانداري، إيواساوا، نولتي، تشارلزورث، بران، غوميز روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، كلادي، ضد نائب الرئيس سوبوتيندي والقاضي باراك. لتحديد الإجراءات المؤقتة التالية على دولة إسرائيل بناء على التزامها بحسب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وبالنظر إلى الظروف الحياتية التي تزداد سوءا في منطقة رفح ب13 مقابل 2، عليها أن توقف عملياتها العسكرية بشكل فوري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح والتي قد تؤدي إلى تأثير على مجموعة الفلسطينيين في رفح وفي غزة وعلى حياتهم، وتؤدي أيضا إلى الدمار في المنطقة. لصالح الرئيس سلام، القضاة إبراهام، يوسف، شوي، بانداري، إيواساوا، نولتي، تشارلزورث، بران، أوكوميس روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، كلادي، ضد نائب الرئيس سوبوتيندي والقاضي باراك. ب13 مقابل صوتين، الحفاظ على معبر رفح بطريقة فتح معبر رفح بطريقة طارئة لتأمين المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية لصالح الرئيس سلام، القضاة إبراهام، يوسف، شوي، بانداري، إيواساوا، نولت، تشارلزورث، برانت، كوميس روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، وكلادي، ضد نائب الرئيس شوبوتيندي وأيضا القاضي باراك. ب13 مقابل 2، اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الوصول إلى قطاع غزة لأي هيئة بحث أو بعثة تقصي حقائق أو أي هيئة تحقيقية أخرى يتم إرسالها من أي هيئة أممية للتحقيق بمزاعم ارتكاب إبادة جماعية. لصالح الرئيس سلام، القضاة إبراهام، يوسف، شوي، بانداري، إيواساوا، نولتي، تشارلزورث، براند، كوميس روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، كلادي، ضد نائب الرئيس سوبوتيندي والقاضي باراك. ثالثا، ب13 صوتا مقابل 2، اتخذت المحكمة قرار أن إسرائيل عليها تقديم تقرير للمحكمة عن كافة الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بهذا القرار بعد شهر من تاريخ هذا الحكم. لصالح الرئيس سلام، القضاة إبراهام، يوسف، شوي، بانداري، إيواساوا، نولتي، تشارلزورث، براند، كوميس روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، كلادي، ضد نائب الرئيس سوبوتيندي والقاضي باراك.